تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا هنعمل هنحل شيت 2، بس هنحل أسئلة معينة في شيت 2 في الإلكترونيكس. الأسئلة اللي هنحلها اللي هو السؤال الخامس والسادس والتاسع، والهدف من الأسئلة دي إن احنا نترين على الميش أناليسيس والسورس ترانسفورميشن. مبدئيا الميش أناليسيس بنستخدمها عشان خاطر لو احنا عايزين نجيب اي unknown variable i او v او r، ودي بنطبقها من خلال ان انا بطبق ال KVL على اي closed loop عندي في السيركت، وال KVL بيقول ان السميشن بتاع كل الفولتجز في one loop بيساوي zero. في الجنرال كيس احنا لو جاب لي سيركت وطلب مني هات لي قيمه i او v او r، فالمفروض ان انا بجيبها باي طريقه انا فاهمها او فاكرها. ولكن لو هو طلب مني ان انا احلها بالمش، فلازم احل الطريقه السؤال ده بالمش. لو قال لي لازم احلها بالنودل، فلازم احلها بالنودل، ما عنديش اختيارات. لو طلب مني ان انا احل بطريقه معينه you can solve by any method unless the question asked to solve by مش analysis او غيره. بالنسبه للشيت بالنسبة للسورس ترانسفورميشن، السورس ترانسفورميشن ده برضو يعتبر طريقة تانية في الإلكترونيكس بستخدمها عشان أجيب الـ I والـ V والـ R، أي unknown variable الـ I والـ V والـ R. والسورس ترانسفورميشن الهدف منه إن أنا بسمبليفاي السيركت من خلال إن أنا لو عندي سورس فولتج سورس ومعاه مقاومه سيريز، بشيل الفولتج سورس والمقاومه السيريز واحط بدلها كارنت سورس ومقاومه بارلل. والعكس لو انا عندي كارنت سورس ومقاومه بارلل بريبليس الجزء ده وبحط بداله فولتج سورس مع مقاومه سيريز. تمام. وزي ما قلنا قبل كده طبعا لو عايز لو قال لي حل جيب لي الاي والفي والار، ممكن احل باي طريقه. لكن لو هو قال لي حل بالمش اناليسيس او بالسورس ترانسفورميشن، يبقى انا لازم احل بالطريقه دي، لان هو بيكون الهدف ان هو بيتست فيك الاكسبيرينس في حل المشكله دي او حل الطرق حل استخدام طريقه الحل دي. فبالنسبة للسؤال الأولاني، السؤال الأولاني given السيركت دي بيقول لي لو سمحت أنا عايز أجيب الباور عند الديبندنت سورس ده. الباور عند الديبندنت سورس ده، الديبندنت سورس ده الفولت فيه 150 أي نوت. فعشان أجيب جنرالي عشان أجيب الباور عند أي سورس، البي بيساوي الأي في الفي. وبالنسبة للديبندنت سورس البي هنا الباور هنا بتساوي الاي في الفي، والفي هنا ب 150 اي، يبقى هيساوي 150 اي نوت في الاي. فانا محتاجه اجيب الاي عشان اجيب الباور، الاي والاي نوت عشان اجيب الباور. تمام. في السؤال تاني هنا الجيفن السيركت دي عايز الباور عند الديبندنت سورس، واي باور بتساوي الاي في الفي، والاي اللي هنا النون اسمها اي، والفي عباره عن 150 اي نوت. فانا محتاجه اجيب الاي والاي نوت عشان اعرف اجيب الباور عند الديبندنت سورس ده. وعشان خاطر اجيب الاي والاي نود، محتاج استخدم المش اناليسيس. هو طالب كده في السؤال، يعني يوز المش اناليسيس هات لي الباور اسوشيتد في الديبندنت سورس. عشان اجيب الباور او اجيب الانون فاليو الاي والاي نود، لازم استخدم المش اناليسيس، مش غير الطريقه دي بس. فعشان خاطر اطبق المش اناليسيس، محتاجه ان انا اشوف كل الكلوزد لوب اللي موجوده عندي في السيركت واطبق عليها مش اناليسيس. فانا عندي دلوقتي وان كلوزد لوب وان كلوزد لوب، فبطبق عليها مش اناليسيس، يعني بطبق الكي في ال. تمام. فطبعا بطبق الكي في ال من خلال ان انا باسيوم كرنت دايركشن ماشي في اللوب دي. الكي في ال في المش الاولانيه هيجي من خلال ان انا هيجي من خلال ان انا اقول السمشن بتاع الفولتج في اللوب دي هيساوي زيرو. والسمشن بتاع الفولتج دي بيجي ازاي؟ عندي سالب 160 فولت الفولت الاولاني زائد 10 اي واحد، الفولت اللي هنا اسمه اي ار اللي هو 10 اي واحد، والفولت اللي هنا 100 الاي في الار اللي هو 100 في الاي واحد ناقص اي 2. السمشن بتاع الفولتجز في اللوب دي
بيساوي 0 وانا عندي فولت هنا وفولت هنا وفولت هنا، فولت ده 160 وفولت ده الاي في الار، والفولت ده الاي في الار، ده سالب 160 زائد 10 اي 1 زائد 100 اي 1 ناقص اي 2. دي الايكويشن الاولاني، سالب 160 زائد 100 اي 1 زائد زائد سوري 10 اي 1 زائد 100 اي 1 ناقص اي 2 بيساوي 0. دي المشي الاولاني. المشي الثانيه عايزه اجيب برضو السمشن بتاع الفولتج اللي موجود فيها بيساوي 0، فيبقى عندي 30 اي 2 زائد 150 اي و20 اي زائد 20 اي 2 زائد 100 اي 2 ناقص اي 1. الفولتجز اللي عندي الفولت عند المقاومه 30 وفولت عند ال 150 اي وفولت عند ال 20 وفولت عند ال 100، دي اي ار ودي 150 اي ودي اي ار ودي اي ار، بس الاختلاف ان الاي اللي ماشي هنا اي 2 والاي اللي هنا اي 2، لكن الاي اللي هنا اي 2 ماينس اي 1. تمام. دلوقتي انا كده عندي 2 equations من خلال 2 meshes فيهم 3 unknown variables، الاي 1 والاي 2 والاي نود. فطبعا عشان احل المعادلتين لازم يبقى عندي هما 2 variables بس، فمحتاج ان انا اريبليس كل الاي 0 بالاي 2 ماينس اي 1، لان انا هنا عندي الاي 0 هي التيار اللي ماشي في السيركت دي، والتيار اللي ماشي في السيركت دي هو اتجاه الاي 2 ماينس اي 1، فهشيل كل اي 0 واحط لها اي 2 ماينس اي 1، وبالتالي هيبقى عندي 2 equations ب 2 variables. You will have 2 equations with 2 variables، وهحل عشان خاطر او احل 2 equations عشان اجيب الاي 1 والاي 2. في الاخر الاي 1 هتطلع ب 6 والاي 2 هتطلع ب 5، وبالتالي في ان الاي نود هيطلع باي 2 ماينس اي 1 هتساوي سالب 1 امبير. ده لكل الاي 1 والاي 2 والاي نود. Given بقى ان انا عرفت الثلاثه values دي، الباور في الاصل من البدايه خالص كانت بتساوي الاي في 150 اي نود، وبالتالي لو انا عوضت بقيمه الاي وبقيمه الاي نود هيطلع لي قيمه الباور. طبعا الاي نود طلع بسالب 1 والاي اللي ماشي في الباور الحاله دي كان هو اي 2. لو انا مشيت في السيركت دي هتاخد بالك ان الباور اللي موجود هنا كان هو سوري الكرنت اللي ماشي هنا كان اي 2. فمحتاجه اقول الباور هنا الاي دي هتبقى اي 2، اي 2 مضروبه في اي 1. تمام. دي بالنسبه للسؤال الاولاني. السؤال الثاني بيقول لي جيفن السيركت دي هو عايز الباور عند ال 5 امبير، عايز الباور عند ال 5 امبير. زي ما اتفقنا احنا ممكن نحل باي طريقه، بس هو بيقول لي حل بالمش اناليسيس، فانا لازم احل بالمش اناليسيس بس. مبدئيا الباور عند الباور عند الخمسه بيساوي الاي في الفي، وانا عندي الاي اللي هي بخمسه بس مش عارف الفي، بس في الجنرال الفي عند الخمسة هي الفي عند العشرين لأن هما الاثنين بارلل مع بعض. فلو أنا عرفت أجيب الفي عند المقاومة عشرين يبقى هي دي اللي هحطها عشان أجيب الباور. تمام. فالباور بتاع الخمسة بيساوي الأي في الفي، الأي عندي بخمسة والفي هي الفي اللي موجودة عند العشرين. فأنا مش عارفة الفي ولا عارفة أي حاجة خالص في الـ عند العشرين، فمحتاج أستخدم المش أناليسيس عشان خاطر أجيب الفي، وبالتالي أعوض هنا عشان أجيب الباور. تمام. عشان خاطر اطبق المش اناليسيس انا دلوقتي واضح ان انا عندي 4 كلوزد لوب، فالمفروض ان انا اعمل 4 ايكويشنز و4 ميشز. بس لو ركزنا شويه هنلاقي ان في اللوب دي الكرنت انا عندي الاي 1 انا مش عارفاها والاي 2 انا مش عارفاها، بس في اللوب دي الاي 3 انا عارفاها هي اصلا بخمسه، فانا مش محتاجه اعمل كي في ال هنا. فاللوب دي مش لازم اجيب فيها مش، لان انا الاي 3 موجوده عندي فالاي 3 بخمسه. وكذلك في اللوب دي الاي 4 اصلا موجود عندي. لو فرضنا ان ده اتجاه الاي 4 ماشي كده فيبقى هو عكس اتجاه ال 7.5 امبير، فيبقى الاي 4 بيساوي سالب 7.5. يبقى تاني انا عشان اجيب الباور عند السورس ده الباور بيساوي الاي في الفي، الاي عندي بس الفي مش عندي، فالفي هي الفي اللي عندي 20، فانا محتاج اطبق المش اناليسيس عشان اجيب الفي اللي عندي 20. لما ابدا اطبق مش اناليسيس هلاقي
لما طبق لما ابدا اطبق المش انا لان انا عندي 4 كلوزد لوب فيبقى عندي 4 مشز لكن في اللوب دي الاي 3 موجوده فانا مش محتاج اعمل مش اناليسيس هنا والاي 3 بتساوي 5 كذلك في اللوب دي انا عندي الاي 4 لو مش في اتجاه ده يبقى الاي 4 بيساوي سالب 7.5 مش محتاج اطبق مش اناليسيس هنا فيبقى اللي فاضل لي عندي 2 مش اناليسيس 2 مش مشز وبالتالي يبقى 2 equations في I1 وI2 يبقى we have 4 closed loops so we have 4 meshes but I3 ب4 والI3 ب5 والI4 بسالب 7.5 so we have only 2 remaining 2 loops فمحتاجة أطبق المش أو الـ KVL على 2 loops بس اللي هي الI1 والI2 لما أجي أطبق المش analysis على اللوب الأولانية هلاقيها بتساوي عندي 40 I1 زائد 12 I2 زائد 25 I1 ناقص I2 بيساوي 0 بالنسبة للوب الثانية هتلاقي عندي هنا مثلا 40 I2 زائد 25 I2 ناقص I1 زائد 20 I2 ناقص I3 اللي هو I2 ناقص ناقص 5 زائد 40 في الـ I2 minus I5 اللي هي I2 minus أو plus 7.5 هيساوي 0 فدي الـ equation اللي نتجت نتيجة applying KVL في المش 1 ودي الـ equation الثانية نتيجة applying KVL في المش 2 هم 2 equations في 2 variables الـ I1 والـ I2 فهحلهم بحيث إن أنا في الآخر أجيب الـ I1 والـ I2 الاي 1 يطلع بالسالب 2.5 والاي 2 يطلع بالسالب 2.1. سالب 2.1. انا كل ده كنت بجيب الاي 1 والاي 2 عشان خاطر في الاخر اجيب الباور، والباور كانت الحاجة اللي انا محتاجاها الفي. فازاي بقى اجيب الفي عند المقاومه 20؟ الفي عند المقاومه 20 بتساوي الاي في الار. الاي اي في بتساوي الاي في الار، الار طبعا ب 20 لكن الاي هتساوي اي 2 ناقص اي 1 اي 2 ناقص اي 3. الكرنت اللي ماشي في المقاومه 20 عباره عن اي 2 ناقص اي 1 فاي 2 بسالب 2.1 والاي والاي هو في غلطه في الايكويشن بس يعني انا عايزه اجيب الفي ات ال 20 اوم فالفي بتساوي الاي في الار. الار عندي ب 20 والاي بتساوي الاي 2 ماينس اي 3 ففي الاخر الفي هتطلع بسالب 142 تمام. ده كل ده الفي. انا لغايه دلوقتي ما جبتش الباور. الباور بتساوي الاي في الفي والاي بخمسة والفي بسالب 142 فبالتالي الباور في الاخر يطلع بسالب 910. ده بالنسبة للسؤال الثاني. السؤال الثالث given السيركت دي عايز الباور عند باور عند المقاومة 5. تمام؟ بس هو بيقول لي استخدمي الشورت ترانسفورميشن. طبعا اتفقنا انا ممكن احل بأي طريقة بس انا ليميتد في السؤال ده ان انا احل بالسورس ترانسفورميشن. هو عايز في السؤال عايز الاي 0 وعايز الباور. والاي 0 هي الاي اللي موجوده عند المقاومه 5 وعشان خاطر اجيب الباور الباور هنا بتساوي الاي في الفي او الاي سكوير في الار. تمام؟ انا عشان اجيب الباور عند الخمسة اوم فالباور بتساوي الاي في الفي او بتساوي الاي سكوير في الار. بضطر اعمل اي سكوير في الار لو انا ما عنديش في وعارف ان وعارف الار وعارف الاي. فانا هنا في الـ في الـ في الـ في, الـ في السيركت دي او في اللينك ده انا عندي المقاومه وعندي الاي فيبقى اي سكوير في الار هيبقى اي نود في اي نود في الخمسة. ده كده الباور. فانا محتاج اجيب الاي نود. تمام.
عشان اجيب الاي نود ما عنديش حل غير السورس ترانسفورميشن، هو طالب كده في السؤال. فعشان اطبق السورس ترانسفورميشن ببدا ادور على كرنت فولتج سورس معايا مقاومه سيريز، او كرنت سورس معايا مقاومه بارل. هلاقي في السيركت هنا عندي كذا فولتج سورس، فولتج سورس مع مقاومه سيريز، وفولتج سورس مع مقاومه سيريز. ابدا احول الاثنين دول لكرنت سورس مع مقاومه بارل، وده كرنت سورس مع مقاومه بارل. فهيديني في الاخر الشكل ده. بس هنلاحظ ان لو كان الفولت بتاع السيركت الاولانيه، لو كان الفولت بتاع السيركت الاولانيه 20، فانا عشان اجيب الكرنت بتاع السيركت الثانيه الكرنت بيساوي الفولت القديم على المقاومه القديمه، يبقى النيو اي بيساوي الاولد في على الاولد ار. فالاي هتساوي 20 على 2 هتساوي 10، وبالتالي ان الكرنت في الماشي في السيركت الثانيه في السيركت الجديد اسمه 10 امبير. ده 10 امبير، والمقاومه تفضل زي ما هي 2، ويبقى معاها مقاومه برل 20. هنيجي نطبق نفس الفكره هنا على الفولتج سورس مع المقاومه السيريز عشان يديني كرنت سورس ومقاومه برل. المقاومه قيمتها تفضل زي ما هي، ولكن الكرنت سورس قيمته هتساوي الـ V القديمة على الـ R القديمة، اللي هي 8 I نود على الـ 2 هتساوي 4 I نود. هيبقى عندي الـ current الجديد اسمه 4 I نود. وبالتالي هينتج لي السيركت دي بعد 2 source transformation، هينتج لي الكرنت سورس مع مقاومه وكرنت سورس مع مقاومه بارلل معاها. بس دي الخطوه الاولانيه. الخطوه الثانيه بحاول ان انا بسمبليفاي السيركت بحيث ان انا اخلي التو ريزيستنس البارلل دول يبقوا مقاومه واحده. طبعا التو ريزيستنس دول بارلل، فهيبقى ضربهم على جمعهم هيديني الار الجديده، وهنا ضربهم على جمعهم هيديني الار الجديده، فهينتج لي السيركت دي مقاومه كرنت سورس مع مقاومه اللي هي كانت ار اكويفلنت، ودي الكرنت سورس مع الار اكويفلنت. انا لما ضربت دول وجمعتهم اداني 5 على 3، لما ضربت دول وجمعتهم يعني ضربتهم وقسمت على جمعهم اداني الار اكويفلنت اللي هي 20 على 11، فيديني السيركت دي 20 على 11 وهنا 5 على 3. فهنلاحظ ان انا دلوقتي نتاج لي برضو ممكن اطبق سورس ترانسفورميشن تاني، لان انا عندي كرنت سورس ومقاومه بارل، وهنا كرنت سورس ومقاومه بارل. فلو طبقت سورس ترانسفورميشن هينتج لي السيركت ده، هيبقى عندي فولتج سورس ومقاومه سيريز، فولتج سورس ومقاومه سيريز. زي ما اتفقنا المقاومه بتفضل زي ما هي، لكن الكرنت لكن الفولتج النهائي هيساوي الاي في الار اللي هو قانون اوم. فهيبقى الفي بتساوي 10 في 20 على 11 هيديني 200 على 11، وهنا البولت الجديد هيساوي ال 4 اي في ال 5 على 3 هيديني 20 على 3 اي نود. فهيبقى الفي الجديده قيمتها 20 على 3 اي نود. يبقى انا دلوقتي من الاول السيركت دي كانت عندي، هو كان عايز الباور عند المقاومه 5، فالمقاومه بتساوي الاي في الفي او الاي سكوير في الار. فلو انا عند الار فانا محتاجه اجيب الاي نود، فعشان اجيب الباور محتاجه الاي نود. ايه الطريق اللي امشي بيه عشان اجيب الاي نود؟ ما قداميش غير السورس ترانسفورميشن، هو طالب كده في السؤال. فلو انا جيت اطبق السورس ترانسفورميشن في السؤال هلاقي هنا عندي فولتج سورس مع مقاومه سيريز، هحولها لكرنت ومقاومه بارلل، وكذلك برضو في السورس ده. وبعد كده هلاحظ ان فينا تو سيركتس بارلل، ممكن اعمل لهم سيمبليفيكيشن، وبعد كده هطبق سورس ترانسفورميشن تاني هيطلع لي السيركت دي. لغايه دلوقتي انا عملت سورس ترانسفورميشن بس لسه ما جبتش قيمه الاي. ازاي بعد التو سيريز تو سورس ترانسفورميشن دول اجيب الاي نود؟ ممكن اطبق الكي في ال في السيركت دي وبالتالي اجيب الاي نود. عشان اطبق الكي في ال في السيركت دي اللي هو السمشن بتاع كل الفولتجز بيساوي زيرو. عندي فولت هنا اللي هو سالب 200 على 11
زائد 20 على 11 اي نود زائد 5 اي نود زائد 5 على 3 اي نود زائد 20 على 3 اي نود. طبعا ده فولت، فانا بجمع فولتجز، فده قيمه الفولت اصلا 20 على 11، فمش محتاج اضرب في الاي، لكن دي مقاومه، فالفولت اللي فيها عباره عن اي في ار، فيبقى 20 على 11 في اي نود، وهنا 5 على 5 في اي نود، ودي 5 على 3 اي نود، ودي قيمه الفولت اللي موجود هنا اصلا اسمها 20 على 3 اي نود، انا ما ضربتش في اي نود التيار، لا هو اصلا قيمته 20 على 3 اي نود. فالكي في ال او بعد ما اطبق الكي في ال في اللوب دي هتنتج لي الايكويشن دي، هي سالب 200 على 11 زائد 20 على 11 اي نود زائد 5 اي نود زائد 5 على 3 اي نود زائد 20 على 3 اي نود. وبعد كده هحل بحيث ان هجيب الاي نود هيطلع ب 1 و2، الاي نود جيفن المعادله دي هيطلع ب 1 و2، وبالتالي الباور بتساوي الاي في نود في الاي نود في الار، هضرب 1 في 1.2 من 10 في 1.2 من 10 في قيمه الار اللي هي 5 هيديني 7.2 وات. ده كان السؤال الثالث، وكان المطلوب ان انا اجيب الباور جيفن سورس ترانسفورميشن. دي كانت الاسئله اللي مطلوبه في شيت 1. انا كاتبه فوق السؤال الاول والسؤال الثاني، بس هو الاسئله دي اللي في الشيت هي السؤال الخامس والسادس والتاسع. تمام. شكرا.